الحمد لله الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله له غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله وما الله بغافل عما تعملون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه وترك الناس امام الحجه البينه ودين الله القويم فصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على هذا النبي وعلى اله رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين أما بعد فيا ايها المسلمون والمسلمات في حديث المؤمن بين النور والظلمه بينا ان عين البصيره وحدها هي التي يمكنها مشاهده انوار الكتاب والسنه ومطالعه ما فيهما من اسرار والاهتداء بما لهما من منارات وان عين البصيره بما اقتبسته من انوار يكون الترقي او السفول ونبهنا على اول ترق او سفول عندما يعاين الناس في ارض المحشر نور العدل الالهي الذي سماه الله تعالى نورا فقال واشرقت الارض بنور ربها وكيف افترق الناس بما معهم من النور والظلمه في رؤيه هذا العدل ايها الاخوه والاخوات وكما افترق الناس بقدر ما معهم من انوار الهدايات في ارض المحشر كذلك يجوزون الصراط ويقتسمون المنازل في الجنات بقدر ما معهم من ذلك النور يجوزون الصراط ويقتسمون المنازل في الجنات اول ذلك حين تبعث الظلمه على الناس فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه من شده الظلمه حتى يبعث الله تعالى بالنور إلى المؤمنين ويعزل عن المنافقين ذلك النور كما جاء في الأثر الذي أخرجه ابن المبارك والحاكم في المستدرك عن يزيد بن شيرة أنه قال إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم التي تتناجون فيها ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذا نورك يا فلان لا نور لك وقد جاء مصداق ذلك في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ففي هذه الايه كما نرى اخبار من الله تعالى عن المؤمنين انهم يوم القيامه يسعى نورهم امامهم بين ايديهم في عرصات القيامه بينما الناس دونهم في ظلمة كالحه وقد جاء تفصيل ذلك فيما اخرجه ابن مبارك ايضا في كتاب الزهد والحاكم في المستدرك عن سليمان بن عامر قال خرجنا على جنازه في باب دمشق اسال الله تعالى ان يفرج عن اهلها اللهم امين رب العالمين وعن اهل سوريا وان يرفع عنهم ذلك المقت وذلك الغضب وذلك الشيطان المارد الذي يقتلهم بلا رأفة ولا رحمة. قال خرجنا على جنازة في باب دمشق معنا أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله. فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة وعظا للناس على القبر يا أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات هنا دار الحسنات وهنا دار السيئات والناس إنما يقتسمون الحسنات والسيئات وتوشكون أن تضعنوا أن ترتحلوا منه إلى المنزل الآخر وهو هذا يشير إلى القبر الذي دفن فيه صاحبه الآن بيت الوحده وبيت الظلمه وبيت الدود وبيت الضيق الا ما وسّع الله، اللهم وسّع قبورنا يا رب العالمين واجعلها نورا يا ذا الجلال والاكرام وبيت الضيق الا ما وسّع الله ثم تنتقلون منه الى مواطن يوم القيامه مراحل تأخذ الناس فإنكم لفي بعض تلك المواطن حتى يخشى الناس أمر من أمر الله عز وجل فتبيض وجوه وتزرق وجوه ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيخشى الناس ظلمة فيخشى الناس شديدة ثم يقسم النور يقسم النور بين الناس كما تقسمون الحسنات والسيئات كما تقسم الارزاق يقسم النور بين الناس ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور قال ابو امامه ولا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الاعمى ببصر البصير ايها الاخوه والاخوات ولقد بينت الاثار المرويه عن حضره النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ان ذلك النور يقسم بحسب اعمال العباد في هذه الدنيا بحسب ما اقتسموا من حسنات وسيئات بحسب بحسب ما تنافسوا في قسمه هذه الحسنات وتلك السيئات بحسب اعمالهم التي اقتبسوا نورها من الكتاب والحكمه وفي بيان ذلك روى الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال في قوله تعالى يسعى نورهم بين ايديهم قال يؤتون نورهم على قدر اعمالهم يؤتون نورهم على قدر اعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة وأدناهم نورا من نوره على إبهامه يطفأ مرة ويوقد مرة وواضح أن مرجع هذا التباين مرجع هذا التباين في الأنوار إنما هو العمل انما هو ما اقتبسه الناس من انوار الكتاب والسنه ومن انوار حضره النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وفيه اخرج عبد الرزاق عن قتادة انه قال ايضا في هذه الايه ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين باليمن من المدينة المنورة إلى أرض اليمن إلى عدن فصنعاء فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه فقط نوره ينحصر في موضع قدميه يتحسس المشي والناس منازل بأعمالهم ولك ان تلاحظ ان هذه الكلمه تتكرر للتنبيه على العباد ان الافتراق هنا انما هو بالاعمال لا بالاحساب ولا بالانساب انما هو بالعمل يفترق الناس بالعمل والناس منازل باعمالهم. وقد روي في تفاصيل هذا الموقف حديث اخر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مسعود ايضا رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث طويل بعد ان قال بعد سجود المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى: ثم يقول يعني ياتي النداء من الجبار من الرحمن من قيوم السماوات والارض للساجدين من المؤمنين والمؤمنات ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر اعمالهم ياتيهم النداء من الرحمن من قيوم السماوات والارض بعد امتثالهم للسجود بين يديه، وتمكن المؤمن والمؤمنة دون غيرهما من الناس بالسجود، يقول ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم المولى، يعطيهم نورهم على قدر اعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه. ومنهم من يعطى نوره اصغر من ذلك ادون من الجبل ومنهم من يعطى نورا مثل النخله بيمينه ومنهم من يعطى نورا اصغر من ذلك حتى يكون رجلا يعطى نوره على ابهام قدمه يضيء مره ويفيء مره يضيء مره ويطفا مره فاذا اضاء قدم قدمه فمشى وإذا طفئ قام وقف في مقامه خائفا لا يستطيع التحرك قال ويقول مروا اعبروا الصراط مروا على الصراط بما معكم من انوار فيمرون على قدر نورهم هكذا جاء في الحديث عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم خلقتنا فلا تحرمنا من نورك يا رب العالمين. واجعل لنا كاكثر المؤمنين واعظمهم نورا يا ارحم الراحمين بفضلك وكرمك يا رب العالمين. يقول مروا فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرف العين كغمضه ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الفرس كالفرس المسرع، ومنهم من يمر كشد الرجل كشد الرجل كالرجل المسرع، حتى يمر الذي اعطي نوره على ابهام قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تخر رجل وتعلق رجل. تخر رجل وتعلق رجل. كلما اضاء له قدم قدما فاذا اظلم سقطت رجل فلا يزال كذلك يصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص فاذا خلص وقف عليها وقف على النار ثم قال الحمد لله نعم بعد هذه النجاه وبعد تلك المرحلة الشاقة وقف قائلا الحمد لله لقد اعطاني الله ما لم يعط احدا ان نجاني منها بعد اذ رايتها اعتبر هذه العطية لم يعطى احد من الناس قبله لما نجاه الله تعالى من النار بعد بعد ان مسه من حرارها ومن حرارتها ومن نصبها وتعبها اخواني واخواتي ثم بعد عبور الصراط بنورهم يبقى معهم النور ليكون دليلا لهم الى الجنه. وفي ذلك اخرج البيهقي في كتاب البعث والنشور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما الناس في ظلمه اذ بعث الله نورا فالامر كما قلنا مواطن يتجدد لاهل الايمان النور دائما. ويغشاهم النور من قبل الرحمن دائما في كل موطن بينما الناس في ظلمه اذ بعث الله نورا فلما راى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلهم من الله الى الجنه كان ذلك النور هو الدليل الذي يقودهم الى الجنه فلما راى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا الى النور تبعوهم خرجوا خلفهم لعلهم يجدون نورا قال فأظلم الله على المنافقين فأظلم الله على المنافقين فلم يجدوا نورا فقالوا حينئذ انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون ارجعوا وراءكم من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور ارجعوا حيث كان يقسم النور ويعطى النور فالتمسوا هنالك النور فإن وجدتم نورا فاتبعوه هنالك يشفق المؤمنون على أنفسهم ويخافون إطفاء نورهم كما طفئ نور المنافق فيستغيثون ربهم تبارك وتعالى راجين بقاء نورهم وفي ذلك أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. قال ابن عباس ليس أحد من الموحدين إلا يعطى نورا يوم القيامة. اللهم انا نشهدك ان نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اللهم انا نشهدك ان نشهد ان لا اله الا انت وحدك سبحانك وان محمدا عبدك ورسولك. قال ابن عباس ليس احد من الموحدين من القائلين لا اله الا الله الا يعطى نورا يوم القيامه. فأما المنافق فيطفأ نوره والمؤمن مشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق فهو يقول ربنا أتمم لنا نورنا إخواني وأخواتي ثم لم يبقى سوى اقتسام المنازل في الجنة بعد دخولها والمنازل كما قلنا هي أيضا على قدر الأعمال التي كانت بها تلك الأنوار وهذا ما سنصل الحديث معه بعد ان شاء الله تعالى فلينظر من الان كل واحد منا لنفسه لينظر كل واحد منا لنفسه ما هو فاعل بها ومن اي سراج يسرج نور بصيرته من سراج الايمان وحقيقته ام من سراج النفاق وزيفه كل واحد منا من اليوم مسؤول ان كان يحب ان يرى لنفسه نورا أن ينظر من أين يسرج نور بصيرته النور الذي في قلبه من أين اقتبسه نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم النور أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم All praise is due to Allah, the one who is eternally just. To him is everything in the heavens and earth, and to him is all matters, and Allah is aware of all of your deeds. And I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Muhammad is his last messenger. Could you, brothers, move forward? There are some brothers in the back, so please uh, move forward. Dear Muslim brothers and sisters, uh, previously, previously in our topic, uh, the believer between light and darkness we pointed out that only the eye of insight see the divine, sees the divine lights of quran and sunnah and uh, knows their secrets and be guided by their beacons we also explained that based on the amount of divine light a person gets he ascends or descends and the first stage of ascend or, or descend will be the day on the day of judgment when people experience the light of the divine justice as Allah revealed in Surah Az Zumar, verse sixty-nine, and the earth will shine with the glory of its Lord. We also explained how people will be categorized on the day of judgment according to the amount of light or darkness that they accumulated, which will also be the same Applied the same applied measure to reward people and help them to pass the sirat. So, on the day of judgment, darkness will be sent upon people, and believers and unbelievers will not be able to even see the palm of their hands until Allah sends light to the believers. Ibn al Mubarak mentioned that Yazid ibn Shajra said, Allah has documented you by your names, characters, supplications, and companions. So on the day of judgment, it will be said, Oh, soul, this is your light, also oh there will be no light for you. Confirming this saying in Surah Al Hadid, verse 12 One day you shall see the believing men and believing women, how their light runs forward before them and by their right hands. Their greeting will be, good news for you this day gardens beneath which, which flow rivers to dwell therein forever there is indeed the highest this is indeed the highest achievement in this verse allah tells us about the condition of the believers on the day of judgment and that their light will run before them during the various stages of the day of judgment this was explained in what Ibn al Mubarak authenticated on the authority of Sulaim ibn Amr. He said, We went to a funeral at the gate of Damascus and we were with Abu Umama al Bahili. So after the prayer on the deceased and when the burial started, Abu Umama said, O oh people, you wake up and sleep in a place in which you earn good and bad deeds. And you are on the verge of traveling to another place, and it is this. And he pointed to the grave. It is the house of solitude, the house of darkness, the house of worms, and the house of restriction, except for the ones that Allah expands. And then you will be transferred to the scenes of the day of judgment, so you will remain in these scenes until Allah's order comes so some faces will become white and some will become blue then you will be transferred to another place so extreme darkness so extreme darkness will engulf people then light will be divided so the believers the believer will be given light while the unbelievers and hypocrites will be given nothing this is the example that Allah gave in Surah An-Nur verse 40. Or the state of a disbeliever is like the darkness in a vast deep sea, overwhelmed with waves, topped by waves, topped by dark clouds, layers of darkness upon layers. If a man stretches out his hand, he can hardly see it. And he for whom Allah has not appointed light, for him there is no light so the disbelievers and the hypocrites the hypocrites will not be eliminated by the light of the believers similar to the blind that cannot see with the eyes of a seeing person dear brothers and sisters the teachings of the prophet illustrated that the light will be, will be distributed according to the good deeds that were inspired by the quran and the prophetic teaching Ibn Mas'ud said about the verse, their light runs forward before them, that they will be given light according to their deeds. They will pass the Sirat. Some people will have lights like a mountain, while others, their light will be like a palm tree. And the least given light will be on the thumb that lights a little and goes dark a little. Qatada said that it is that it was mentioned to us that the Prophet ﷺ, used to say Believers will have a light that lights clearly from Al Medina to Adam, to Aden, or to Sana or less than that, and some of the believers will have a light only where their feet are, and people are levels according to their deeds. Detailing the scene of the Day of Judgment, the Prophet ﷺ said, After the believers prostrate to their Lord, then he says, lift up your heads. Then he will give them light proportional to their deeds. So some will be given light like a huge mountain that runs forward before them. And others will be given a light less than that. And others will be given a light like a palm tree in his right hand. And others will be given less than that. Until there will be a man that will be given his light on his big toe, so it lights a while and turns off for a while. So when it lights up, he walks, and when it turns off, he stops. Then they will be asked to pass the Sirat, to pass on the Sirat. So they will pass according to their lights. Some will pass in a blink of an eye. Others will pass like lightning others like a cloud, others like the movement of a planet, others pass like the wind, others like a strong horse, others like a strong man, until the man that was given the light on his toe crawls on his face and on his hands and feet, one foot falls off and the other hangs on, and the fire touches his sides. And he say, he stays like that until he passes. Then he stands and says, "Thanks be to Allah. He has granted me what He has not granted another, because He saved me from the hellfire after I had seen it." Dear brothers and sisters, after passing the Sirat with their light, <clears throat> this light stays with them, so it will guide them to paradise. Ibn Abbas said. While people are in darkness, Allah sends a light. So when the believers see the light, they go towards it. And the light is their guide to paradise. When the hypocrites see the believers go to the light, they will follow them. Allah will send darkness on the hypocrites. So they will tell the believers, Wait for us so we can get some of your light because we were with you in the past life. So the believers tell them to go back to the dark place you came from and look for light there. At this moment, the believers worry about themselves and that their light will be extinguished, like what happened to the hypocrites. So they call their Lord for help to maintain their light. Ibn Abbas said, explaining verse 8 of Surah Tahreem. The day that Allah will not permit to be humiliated the Prophet and those who, who believe with him, their light will run forward before them and by their right hands while they say, Our Lord, perfect our light for us and grant us forgiveness, for you have power over all things. Ibn Abbas said that everyone that believes in monotheism will be given a light. And the believer is worried. The believ the believer is worried about his light after he sees what happened to the light of the hypocrite. So he supplicates, Our Lord, complete our our light for us. Brothers and sisters, what is left is the position in paradise after entering it, and the positions are according to the deeds that produce the light, and that is what we will discuss, inshallah, in the future. So let each one of us look. At what he is doing, and of which lateran he will light his eyes of insight, whether from the lateran of belief and, tr and its truths or from the lateran of hypocrisy and its falsehood. As <laughs> وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا نبينا محمد رسول الله اتقى الله فوقاه وتوكل عليه فكفاه واعتمل عليه فأواه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الهداة أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله خير زاد ليوم المعاد والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. وامنحنا هداك ووفقنا لما فيه رضاك. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر بلادك وعبادك يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم احسن خلاص المسجونين، اللهم فك الأسرع عن الماسورين، الهي خلقتنا فلا تحرمنا من نورك، وارسلت الينا رسولا فارزقنا اتباعه، وانزلت عليه كتابا فارزقنا العمل به، اللهم لا ترع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته. ولا مريضا الا شفيته، ولا مدينا الا قضيت دينه، ولا مكروبا الا فرجت كربته، ولا حاجة يا لك رضا ولا فيها صلاح من حوائج الدنيا والاخره الا قضيت ويسرت بفضلك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. انك ربنا قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واقم الصلاه